المقاهي تبتز زبائنها خلال مباراة المنتخب. استغلت عدد من المقاهي المباراة الأولى للمنتخب المغربي ضد نظيره كرواتي اليوم الأربعاء في نهائية كأس العالم بقطر لتفرض على زبائنها أثمنة وصفت بالخيالية. وأبدى عدد من المواطنين الذين كانوا ينتظرون بترقب وبشغف كبيرين متابعة مباريات المنتخب في المونديال، أبدوا تذمرهم من قيام بعض المقاهي باستغلال هذه الظرفية لرفع التسعيرة بأضعاف مضاعفة. وعلى سبيل المثال للحصر، تداول مواطنون صور لمقاهي بشارع الحسن الثاني وسط اسطاد استغل بدورها مباراة المنتخب ضد كرواتيا وأعلن عن فاتورة خيالية بلغت 30 درهما للفرد الواحد. واعتبر متابعون للشأن الاجتماعي بالمغرب أن هذا التصرف لا يتماشى مع روح المواطنة التي يفترض أن يتحلى بها المواطنون، خاصة في الوضعية الحالية التي تعيش فيها المغاربة والمغرب موجة ارتفاع الأسعار، مطالبين بتدخل السلطات المعينة من أجل ضبط تسعيرة المقاهي.